احنا لسه مع في هذا الخبر طبعا هاتفيا مع الاستاذ عبد الرحمن الشويخ، صحفي المتخصص في الاقتصاد الرياضي. كنت عايز اسال حضرتك حاجه يا استاذ عبد الرحمن. دلوقتي الارقام اللي احنا الانديه المصريه يعني بشكل عام بتروح بتتعاقد بيها مع الانديه الاخرى مقارنة بالأندية اللي موجودة مثلا في شمال أفريقيا، إحنا ليه بنحط أرقام أعلى من الأرقام المرصودة للعيبة؟ مساء الفل أولا، وتحياتي ليك، وكل سنة وأنتم جميعا بخير، وكل الشعب المصري وكل العالم كله بخير إن شاء الله. سنة سعيدة عليك يا رب وعلى كل حبايبك أستاذ عبد الرحمن. علينا جميعا. للأمانة احنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر في عدة أمور في إدارة الملف ده، وهي عملية معقدة يعني، خصوصا الأندية. لو حضرتك هنتكلم رقميا علشان الناس تبقى فاهمة احنا وضعنا ايه في سوق الانتقالات. لو احنا قلنا ان في آخر منذ عام 2010 أكثر أندية أفريقيا إنفاقا على الصفقات الخارجية، الصفقات اللي هي الخارجية وهي التعامل مع اتحادات خارج الاتحادات المحلية، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة دي، نادي بيراميدز رقم واحد في أفريقيا، نادي الأهلي رقم اثنين في أفريقيا، نادي الزمالك رقم أربعة في أفريقيا. معلش ممكن تقول تاني نتائج التقرير؟ وفقا للتقرير انه منذ عام 2010 حتى عام 2021 تمام، اكثر اندية افريقيا انفاقا على الصفقات الخارجية، وهي معنى يعني تعني جلب لاعبين من اتحادات خارج الاتحاد المصري تمام، بحسب رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، نادي الأهلي رقم اثنين، نادي بيراميدز رقم واحد، بيراميدز رقم واحد الذي بدأ مسيرته سنة 2018 فقط، هو رقم واحد على مستوى أفريقيا في جلب الصفقات من الخارج. في أرقام بتوتال الإجمالي، هي الأرقام بتبقى سرية، ما بتعلنش مجموع الرقم الواحد، ولكن بيعلن مجموع الأرقام. يعني مجموع الأرقام في الفترة دي تتجاوز 101 مليون دولار في العشر سنوات في العقد الماضي اللي هو من 2011 لحد 2020، وصلت 101 مليون دولار أنفقتها جميع الأندية المصرية. طب ده يرجع لإيه؟ يعني هنا يعني لو عايزين نتكلم مع يعني مين المخطئ في الموضوع؟ هل هو سوء تقدير؟ هل مثلا في الانديه هنا في مصر بتحاول تتسابق على خطف اللعيبه من بعض، فبيدوا بيحطوا ارقام اعلى ليضمنوا موافقه اللعيب وموافقه النادي، ولا ايه؟ ايه المشكله بالظبط؟ المشكله اولا ان في معظم الانديه في العالم في فريق عمل اسمه فريق الكشافه او فريق الإحصائي لأي نادي، اللي هو بيرصد اللعيب وهو وموهبة لسه واعدة ما وصلتش لمرحلة إن هي يعني تكون لها أرقام معينة من خلالها بنستكشف إن اللعيب ده لعيب واعد ونستطيع الاستثمار فيه، من حيث إن أنا ممكن أبيعه تاني زي ما بتعمل أندية شمال أفريقيا، وإحنا بنروح نجيب منها اللعيبة بعد ما هي بتكون جايباهم بمبالغ مالية قليلة جدا، وبندفع مبالغ كبيرة علشان نشتريها منهم. ده احنا ما عندناش النظام ده، ما عندناش ناس موجودين في افريقيا بيستكشفوا لعيبة، ما عندناش الكونتاكت دي بشكل كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الادارات في مصر معظم الادارات تخضع تماما منذ غياب الجماهير عن الملاعب، أصبحت السوشيال ميديا تتحكم في سوق الانتقالات بشكل كبير للاعبين. الجماهير على السوشيال ميديا تهاجم الإدارات، الإدارات تحاول سريعا البحث عن مخرج بالتعاقد مع لاعبين جدد. الجماهير بغض النظر عن الرقم الموضوع في اللعيبة، يعني هقول لحضرتك مثال بسيط جدا. النادي الأهلي وهو نادي يمتلك حوالي أربع مهاجمين، أي نعم منهم من سيغادر في فترة الشتاء، ذهب لشراء مهاجم سيكلفه 3 ملايين يورو وفقا للمصادر البرتغالية.
3 ملايين يورو. ما هي صفقة محددة هي بالإلغاء أصلا. راتب اللاعب. شراء العقد سيكلف الأهلي 3 مليون يورو. بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب ربما يصل إلى 1.2 مليون يورو. ده ليه؟ لأنه الجماهير شايفة إن المهاجمين اللي في الفريق مش فعالين بالشكل الكافي، والمدير الفني نفسه اللي يبدو انه ليس هو صاحب اختيار حق اختيار هؤلاء اللاعبين من البدايه، او جال المهاجمين او ايا كانت الطريقه التي تم بها اختيار اللاعبين. هو خرج علانيه في المؤتمر الصحفي وقال انه ما يعني غير راضي عن مستوى الاداء الهجومي لفريقه. ده جزء مهم جدا، وهو برضو ان احنا ما بناخدش راي المدير. بس تقريبا برضو عشان يا استاذ عبد الرحمن، عشان برضو ما نظلمش الراجل، هو لو انا يعني الذاكره تحضرني ان معظم اللعيبه اللي موجوده كانت موجوده قبل ما مارسيل كولر يجي. يعني تمام، احنا في الاهلي بعض اللعيبه تم التعاقد معاها قبل المدرب ما يجي، وبعض اللعيبه طلبها وما جاتش وكان في صعوبه في التعاقد معاها، ده حصل. وفي لعيبه جت في وجوده، ففي كل الحالات حصلت. يعني طيب، في طلبهم ما جوش، وفي ما جوش، في كذا حاله. في الزمالك المشرف على الكره اعلن صراحه انه دور المدير الفني استشاري ومجلس، وهو بدوره المنوط به جلب اللاعبين صراحه. فالامر هنا بس برضو انا اعتقد، انا ما اعرفش، انا بحط الكلام بتاع حضرتك امام حقائق موجوده. يعني مثلا في صفقه عبد الله السعيد اللي مدير فني لنادي الزمالك هو الوحيد اللي مش موافق حتى الان، حتى اللحظه دي، على الصفقه. لا، هو موضوع عبد الله السعيد ده موضوع مختلف. لانه موضوع عبد الله السعيد كواليسه كتير، واصبحت ماده شبه يوميه في شبه موسميه في فتره الانتقالات. مفيش فتره انتقالات بتعدي ربما يعني يكون لها كواليس لرفع الحرج عن الاداره نفسها مع اللاعب. ليس الا، ولكن في الاصل انه موضوع عبد الله السعيد يعني موضوع اصبح ممل. كل فترة انتقالات الخبر الرئيسي انتقال عبد الله السعيد للزمالك الذي لا يتم. يعني ده امر يعني، لكن التصريح الخاص بانتقاء اللاعبين موجود، وموجود على يعني مصرح به وموجود معترف به، يعني مش هو موثق وليس تصريح قيل في غرف مغلقة. في مفهوم كده بيسمى بقواعد اللعب المالي النظيف. شايف ازاي ممكن امكانيه تطبيقه في الدوري المصري كره القدم؟ حاجه اشبه بالمستحيل، اي عدد من المستحيلات. شكرا جزيلا. ممكن نسميه ليه يا فندم؟ ليه؟ لانه الانديه في مصر بطبيعتها نظامها مختلف عن نظام انديه، اي نظام لانديه في العالم اجمع. لدينا انديه تابعه لهيئات وانديه لشركات. طب انا استاذنك قبل ما نخش في التفاصيل دي، وانديه اهليه تابعه لوزاره الشباب والرياضه. تمام، ممكن بس استاذنك تشرح للناس يعني ايه معنى هذا المفهوم اللعب المالي النظيف؟ تمام، اللعب المالي النظيف هو معايير يتم وضعها من قبل القائمين على تنظيم اي مسابقه، بحيث يكون هناك توافق ما بين قيمة المصروفات وقيمة الإيرادات. مؤخرا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قال أن المصروفات يجب ألا تزيد عن 70% من الإيرادات. تمام، في نظام يتم تطبيقه تدريجيا خلال الثلاث سنوات المقبلة. تمام. طب بالنظر الى ذلك في مصر، لو احنا فكرنا في ذلك، اولا ميزانيات الانديه المعلنه، الانديه فقط التابعه للشباب والرياضه والتي يتم عليها تفتيش حكومي وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، هي فقط هي ممكن بس اللي احنا نطبق عليه هذه المعايير ميزانيتها. ندقق المعايير، هل هي بتتبع المعايير او لا؟ بالضبط. طيب احنا ايه اخر ميزانيه معلنه بالنسبه لنا مؤخرا؟ هي ميزانيه النادي الاهلي.
إذا قمنا بتنحية نشاط كرة القدم جانبا وحساب مصروفاته وإيراداته في النادي الأهلي، نجد أن هناك عجز مالي قيمته 198 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2021-2022. عجز مالي قيمته 198 مليون جنيه في نشاط كرة القدم في النادي الأهلي، النادي الأعلى إيرادات في مصر، وهو بالطبع الأعلى مصروفا. ده حقيقي. أستاذ عبد الرحمن الشويخ، يعني للحديث في شجون زي ما بيقول، يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن الشويخ، صحفي المتخصص في الاقتصاد الرياضي.